العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها ما بعتقد حدا رح يفهمني قدك ولا يهمك أسيبك أنا دلوقتي عشان تستعيد علاقتك ببيتك ما بدك تشرب قهوة؟ قهوة؟ ألا ما احنا بنعرف نعمل قهوة أهو أمال يعني في شرم الشيخ بقولك عايز أشرب قهوة عملت نفسك ولا كأنك سمعاني يا بنتي ليه؟ بس مش مشكلة عادي عم تتحديني؟ طيب يا كريم رح تشرب قهوة هلا ما بحياتك شربين مثله خلاص تعالي هنا أنا مصدقك أنا عايزك بقى تجهزي عشان بكرة الصبح في شغل كتير جدا مستنيكي في الشركة ولا أنت نسيتي؟ لا مش ناسي كمان اشتقت روح على الورشة بس بصراحة مستحية كتير من نوحة وسليم وطارق بعد كل يلي صار ما تشغليش بالك أنا حسوي كل حاجة والماما أخيرا رح أقعد أنا وياها بنفس البيت ماما كويس قوي إن أنت فكرتيني أول حاجة تكلميها وتطمنيها عليكي وبعدين تعتذري لها بالنيابة عني وتشرحي لها أنا ليه ما عرفتش أروح لها هلا بحكيها بس كنت ناطرة لحتى اهدى شوي وكمان لازم شوف هشام لو عايز تعرفي مكان هشام اسألي انجي الوحيدة في مصر اللي تعرف كل تحركاته انجي؟ طبعا انجي طايرة بيه معجبة بيه جدا اف طب وهو؟ ربنا يتولى برحمته أكيد حد داعي علي بس مش مشكلة بس بنت طيبة وانت كمان طيبة أوي أسيبك أنا باي لما كنت ليش تركني حالي خلاص لليوم بنريح مش رح اتركك لحالك أبدا شو جاي معك لا شيء مهم هيك شوية أغراض بتوزعين وتحطين بالبراد ما كان بدي أتوزعها اليوم بنريح أنا رح أكون مسؤول عنك ما رح خليك توزعي أي شيء أبدا بسي جبران بس أنت بتعرف إنه أنا بقدر أدبر أموري لحالي ومالي ضعيفة كل يلي أنا بحاجة حدا يوقف معي بهالظروف الصعبة كل هالأشياء مالي بعزتها أنا حبيت أتركك ترتاحي شوي و وبنفس الوقت قلت بعمل شوية اتصالات اتصالات مع مين؟ مع أصحاب عاصم قلتوا بيجوا بيوقفوا حدك وبيواسوك أصحاب عاصم ولا أصحاب نايا؟ أصحاب الاثنين عاصم ما إله أصحاب وإنت بتعرف هالشي أكتر مني ليش بقى بدك ياهم يجوا هلأ؟ ليش ما شفتهم من أول؟
لأنه كانوا مختلفين مع عاصم و... شفت كيف؟ مختلفين مع عاصم وأصحاب معنايا. أنا ما فكرت إنك رح تاخديها بهالطريقة، ما بدها هالقد. هلا بحكي معهم وبعتذر منهم إنه ما يجوا. بعد شو؟ لحتى ياخذوا فكرة عني إنه أنا مثل عاصم؟ ليش ما عم ترد؟ لا بس أنا ما بدي إياك تكوني متضايقة. لا تزعج جبران، لا تزعج، ما بعرف شو صاير لي. بعرف بعرف، ومني ما تعتذري ابدا. اللي عم بصير معك منه صح جبران. تبقى تتركني؟ مستحيل مستحيل اتركك من هلا. هاي انجي، انت فين؟ عم باكل تبولي. بتاكلي تبولة؟ ولما بتاكلي تبولة بتتكلمي لبناني مكسر ليه؟ يا سلام، يعني هي الأجانب لما بتتكلم عربي مكسر ما بتتريقش عليهم ليه؟ يعني اللغة العربية بتبقى تقيلة عليهم شوية، مش خفيفة يعني. في دي عندك حق يا أستاذ كريم. مالك يا أنجي؟ أنت معاكي حد ولا حاجة؟ إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ لبناني؟ لا ده كتير. سلمي على هشام. أستاذ كريم، انت بجد مش في الريستوران صح؟ ريستوران؟ يا بنت بطلي دلع قدامه لحسن يغير رايه وما يتجوزكيش، احنا عايزين نخلص منك. ماشي يا استاذ كريم. سلمينا عليه. هشام بيسلم عليك. شوفي كده، لو هشام بكره ما عندوش رحله انا عايزينكم انتوا الاثنين على العشاء، يعني احاول اخليه يتعود عليكي شويه ويمكن يتجوزك ونخلص منك. ماشي. استاذ كريم بيقول لك لو ما عندكش سفريه هو عازمك بكره على الغدا. ايه كتير مني، انا بكره عندي سفريه بالليل. كتير منيح يا استاذ كريم، عنده بكره سفريه بالليل. طيب هايل، خلاص اوكي، احنا مع بعض بكره ونايا كمان هتكون موجود معانا. منيح منيح، مع السلامه. هيك دوقي هون. ايوه نو. ايوه كريم. كريم انت زعلان مني؟ لا مش زعلان ولا حاجه، انت اللي مزعله نفسك ومزعلانه معاكي وتعباني وتعبه نفسك. مش عارف ليه انت بتعملي كده. يبقى زعلان مني يا كريم. طب عشان خاطري ما تزعلش، انا عارفه انا اتصرفت غلط، كان لازم اتصرف بطريقه تانية واشكرك على الجميل اللي انت عملته معايا. يعني هو ما فيش جمال ولا حاجه، دي مصلحه شغل، وانت اكفأ واحده عندي في المرحله دي. في المرحله دي ليه؟ عشان نايا يعني مش موجوده في المرحله دي. انت في ايه يا نهى؟ الله، انت مالك ماسكه على لوحدك ده ليه؟ مين جاب سيره نايا دلوقتي؟ سوري يا كريم، انا اسفه بجد، مش قصدي، عشان خاطري ما تزعلش مني. نوها انا داخل على لجنه ومش هينفع اكمل الكلام معاكي في الموبايل، هبقى اكلمك بعدين. يلا يلا، باي باي. انا كتير مبسوط اني رح اشوفك مره ثانيه. وانا كمان. عارفه قد ايه صار لي بسافر؟ هي اول مره ما بحس فيها بالغربه. قول والله. والله بالمصري. وانا كمان. انت كمان؟ انا كمان، يعني مش عايزاك تحس بالغربه خالص هنا في مصر، عايزاك تحس ان انت بين اهلك وناسك. ايه عم حسه، وصاير عم حب رحله مصر كتير. هي كمان بتحبك قوي على فكره. انا ليه كمان قلتي لي كيف لقيت الاكل اللبناني؟ لا انا بحب الاكل اللبناني جدا. بص انا بحب الاكل اللبناني، بحب الناس اللبنانيين، بحب لبنان. بص انا والله العظيم طول عمري حاسه ان هيبقى في بيني وبين لبنان عشره قويه جدا. سبحانك يا الله. طب ليك لكن خلص، اذا هيك بكره بس تجي على لبنان الك مني ذوقك الميزه اللبنانيه على اصولها. مين دي؟ انا هروح لبنان؟ اكيد، الا اذا انت منك حابه ترد زياره، ساعتها صار شيء ثاني. لا طبعا، ده انا احب قوي قوي، مش بقول لك طول عمري حاسه ان هيبقى في بيني وبين لبنان عشره. هيدا اللي صار يا ماما. العمر إلك يا حبيبتي، هيدي إرادة ربنا. يمكن جوزك يا رجال صعب وغيور،
بس من خوفه عليكي، كان يحبك قد الدنيا. بعرف بعرف يا أمي. خالتك فادية عم بتحضر الشنط حد الباب، وكريم ما كان يعرف يوصل. حق علي أنا يا ماما، قصة عاصم لبكتني شوي. بكرة أو بعد بكرة بالكتير بنكون مع بعض. خبري خالتي. فادي شو أخباره؟ فادي منيح. سألي لي إياها أنت بده يجي على مصر. والله العظيم قلبي دايب عليه، ما بيسأل عن أمه. خالتك مشغول بالها كتير على فادي يعني. قولي لما تعطي الهم، وعم نحكي مع بعض دايما. مش ناوي يجي هالصبي على مصر؟ أكيد، بس عنده كم شغلة بده يخلصها وبيجي. رزق الله لما نرجع نلتم على بعضنا مثل الأول يا نايا. يا حبيبتي يا أمي، رح نرجع مثل الأول وأكتر كمان، وما بقى رح تبعدي عن عيني أبدا. سألي لي إياها شو هن الأكلات اللي بتحب تاكلهم تحضر لاياهن. سمعتي نايا؟ أكيد يا خالتي، أصلا طالع عبالي مجدرة وكبة بالصينية كتير. تكرم عينك من هالعين قبل هالعين. يلا ها. يلا باي حبيبتي، ديري بالك على حالك يا ماما. بوصيلي خالتي أوكي؟ باي حبيبتي. حبيبتي يا نايا، كل شي عمله معها زالت عليه من قلبه. شو بخاف عليها من حنيتها؟ بنتي بتعمل حالة قوية كتير قدامي، بس أنا بعرف قديش هي رقيقة. تعرفي أختي، ما تزعلي مني، الزلمة مات والله لا يرحمه. بصراحة أنا ارتحت، بركي هالبنت بتتنفس شي شوي، حاج بيضل حقها مثل الكابوس. اسلموا ايديكي يا اختي. ليكي اختي، اشكري ربك اللي ما جابت اولاد، كانه يعني ما تجوزت من اصله. كل شيء بهالدنيا نصيب يا فاديه. قوليك قديش دارك ولا مصاري؟ اخر همي يا فاديه، اخر همي، شو بعرفني؟ يا ريتها ما استعجلت، يا ريتها طولت بالها شوي، كانت ورثت لها قرشين وعشت لها يومين مثل الخلق. مش وقت هالحكي يا فاديه. طيب يعني لو ما اتطلقت مش كان احسن؟ الله حظ، الدنيا حظ، ما له حظ لا يشقى ولا يتعب. نايا ما اتطلقت. نايا ما هلا شو بدنا نعمل؟ والمصريات اللي حطيناهم؟ ما في شيء بدي عنا، كل شيء سجل بالورقة والقلم. بس المشروع بده يوقف لبين ما يصير حصر الإرث. والست شهد؟ ما فيها نتصرف غير ما توقع من الكومة، خاصة هلا في مشكلة جديدة. مشكلة شو؟ أولاد المرحوم جوزها كامل باشا، ما صدقوا سمعوا بالحادث حتى هجموا على بيت بين واحتلوه. ومش بس هيك، بدهم يرفعوا دعوة على الست شهد حتى يسترجعوا كل شيء منها. وبدهم يجيبوا إثبات بعدم أهلية بيّن وقت ما ورد كل شيء لشهرزاد. شهرزاد ما غيره؟ إيه شهرزاد ما غيره. قلت هالوجه مش غريب علي، معناته المشروع طار والمصريات طاروا. بدنا نستنى حكم المحكمة بخصوص شهرزاد وحصر الإرث بخصوص عاصم. هيدا آخرت الشغل مع رقصات. لكن مات مع هيدا الرقاصة؟ فظاعة، عن جد فظاعة. شو تشبه هالموتة؟ شفتي ملا صدفة؟ بالوقت اللي اكتشفنا فيه انه نايا بعد عايشة، بيقوم مين بيموت؟ استاذ عاصم.
لهالقد مبسوط دخلك انت نزيه؟ لا تطلعي فيه بهالطريقة. انه كيف بدك يعني اطلع فيك؟ مش طبيعيين، مش طبيعيين انت وجوزك، مش معقول شو بتشبهوا بعض. لك كيف يعني مثل بعض انا وجوزي؟ اثنيناتكم نيتكم عاطلة. هو كمان اول ما عرف خبرية جوزة لعنايا صار يقول لي ايوه هلا فضلك الجو، صار فيك تتقرب منها. وانت هلا عم تفكري نفس الشيء مثله. لانه بصراحة نزيه طلعت مخبى بتيابك، ايه؟ انه كل هالوقت كنت مغروم بنايا وساكت؟ كنت ليلى، كنت ايام الجامعة، هلا لا، فهموا بقى. ونايا كنت عارفة؟ شو له طعم سؤالك هلا؟ كنت عارفة ايه ولا لا؟ انه بشو رح يقدم او يأخر؟ بكتير اشياء. مثل شو يعني؟ لانه اذا نايا كنت عارفة وساكتة كل هالوقت، يعني هيدا الشيء بيشبه الخيانة. لا مش بس بيشبه الخيانة، هيدا الخيانة بحد ذاتها. لا ليلى، انت كتير عم بتزيديها، عم تعملي من الحبة قبة هلا. طب جوبني كنت تعرف ايه ولا لا؟ كانت عارفة، منيح هيك؟ شفت كيف؟ اصلا لو سامية بتعرف الحقيقة ما كانت تركت البيت وفلت. بعد في حقيقة ما بنعرفها؟ ما في شي بضحك. نايا هي اللي انا عدني اتجوز سامية. لا هاي جديدة. ايام الجامعة كانت سامية تروح لعند نايا وتخبرها انه هي معجبة فيي وحابة تتقرب مني ويكون في علاقة بيناتنا. ونايا لحتى ما تجرح لها مشاعرها لسامية ما قلت لها اني انا بحبها، اني كنت احبها. ولا خبرتني لإلي كمان. شو اصلا وقفت على شغلة بس؟ ما خبت علي كتير اشياء. وانا اللي كنت فكر حالي وانا اقرب حدا لإلها. شفت لي ما بقى صدق حدا؟ لا انت ولا فارس ولا حدا؟ اصلا يمكن بعد التفكير انه يمكن عاصم كان اكتر شي صادق بيناتكم، وانا مثل الهبل قاعد الحق وهدد وقال معتبره انه نايا هي الضحيه والمظلومه والمعطره. ما في حدا غيري معطر. شو طلعتي هبله يا ليلى؟ شو طلعتي هبله؟ ليلى انت محاميه وست العارفين، ما بيجوز تحكمي على المرأة غيابيا وانت ما بتعرفي ظروفها. بعدك عم دافع عنها نزيه؟ اخترب بيتك من وراها، سامية تركت البيت وفارس ترك البيت، مين كان بيقول بيتركني كرمالها؟ فارس بده يرجع على البيت. فارس؟ إذا فكرك إنه أنا جيت لهون لحتى خبرك إنه عاصم مات بتكوني كتير غلطانة. فارس بعتني خصوصي لحتى يقلك إنه حب يرجع على البيت. أنا بدي مني خدمة كمان ليلى. بليز احكي لي مع سامية لترجع على البيت. ماني قادر أتخيل البيت من دونها. كريم ليه ما عم ترد علي؟ عايز انام وانت بتنتهي علي واسمع صوتك. تعرف انك خوفتني عليك؟ نايا صحيح انت بتخافي علي؟ صدقني اذا بقول لك اكتر من حالي. مش عايز اقول لك قد ايه انا محتاج اسمع منك الكلام ده. ليش انت عندك شك انه انا ما بهتم لامرك؟ تخبيش عليكي؟ احيانا ما ببقاش متاكد من مشاعرك ناحيتي. كريم روح قلب كريم وقلبه وحياته. أؤمر يا أمر. كريم بليز ماني بحالة بتسمح لهيدا الشي. أنا آسف معلش غصب عني مشاعري فلتت مني. وبعدين أنا مش طالبك عشان أقولك الكلام ده بصراحة، أنا كنت طالبك عشان أقولك حاجة تانية مهمة جدا. موضوع شو؟ أنا بكلمك عشان أقولك إن أنا عازم هشام بكرة على الغدا عشان تقابليه. عن جد؟ مرسي كتير. في حاجة تانية مهمة جدا. شو؟ عايزك الخميس الجاي تبص على التشطيبات النهائية للمشروع بتاعك. تنسيت ولا ايه؟ الافتتاح الخميس الجاي. اف ليش خلص المشروع؟ طبعا
مش وراكي رجالة. ايه والله معك حق. على فكرة في بقى مفاجأة تانية مهمة جدا بس مش هعلن عنها دلوقتي. لا اللي بليز. لا ما انا لو قلتلك مش هتبقى مفاجأة. يعني ما بدك تقلي؟ اوكي على راحتك. اشوفك بكرة. اوكي. وبعد بكرة. كريم تصبح على خير. وانتي من اهله. سلام. ما بعرف شو اللي خطر على بال جبران لحتى طلب منا هيدا الطلب، بس بظن انه هو عنده معزة خاصة عنا، ولا انا غلطان؟ لا اكيد، اصلا قد سلم ما شفته لجبران معطر، هو اصلا شو بدي اعمل لوحده بهالكارثة يعني، واكيد اخته العاصم ما عندها حدا هون. ما تنسي انه اول ناس خطرنا على باله، ماني حب اخذله. متكل عليك تحكي لي مع سامية. خلص ولا يهمك. ناطر تليفونك. ما تنسي ولو قولي، لأنه أنا حس بزهم إنه كان لازم خبرها من قبل الموضوع. بس منيح ما لاحظ إنه أنت هون. أنت شو رأيك؟ آه سمعتي شو حكينا؟ إنه مش كل شيء كل شيء. أي خي وفرت علي. ماني مضطرة هيك أرجع أخبري كل خبير من أول وجديد. قلت لك مش كل شيء كل شيء. طب اي مقطع ما سمعتي بالضبط لخبريكي ارجع؟ انه المقطع اللي بيحكي فيه عني. اي مقطع يعني؟ ما سمعتي كل شيء كل شيء، بس سمعت المقطع اللي بيحكي فيه عنك، انا عرفت انه حكي عنك بس. اخ بكي شي سامية؟ اقولك هيك بحس بعوارض الولادة. عوارض الولادة؟ بعدك بابا الحمل. طب لو كيف بحسوا يعني؟ شو ما عرفت شو بتذكر انا؟ تفضل استاذ. شو هيدا؟ سلولار جديد لإلك. جبران عن جد مرسي كثير، ما بعرف شو بدي اقول لك. بتعرف؟ برا التليفون صرت مثل الضايع. عيب يا فادي مش بيناتنا. بس ما عدنا عرفنا شيء عن هشام. ما عاد رد عليك خبر؟ لا. يمكن بيعتبرني إلي غريب ما له عين يحكي معي. أنا بفضل لو بتحكي أنت من سلولارك الجديد بيكون أحسن. كيف صارت منال؟ مسكينة منال، ما بقى إلا حدا غيري، وأنا ما عم فيه أتركها لحالها. كيف قدرت أتركها؟ نطرتها حتى نامت وجيت. شو هيك؟ لا امتحك أول شيء؟ أبدا. لا بلا في شيء. شو خلالك الجو؟ كيف يعني؟ يعني اللي كان واقف بطريقك راح. شو بعضك ناطر؟ انت مبسوط لانه راح؟ انا حقي وصلني، مع انه كنت بتمنى له نهايه تانية. شو بدك افظع من هيك نهايه؟ كان بدي اياه يتعذب، يموت على البطيء. صدقني ما كنتش عارف انك حامل بقلبك هالقد ضغينه. الزلمه مات وشبه موت. صدقني بصراحة أنا متفاجئ باللي عم تقوله. ولا كابتن أنا متفاجئ فيك صراحة. سرق لك حبيبتك وحرق لك البوت وعم ببعدك عن منال. كل اللي صار وأنت بعدك مكمل عادي، ما كأنه صار شيء. وشو بتنصحني أعمل بالله؟ هيدي فرصتك لحتى تنتقم. بدك يعني انتقم من ميت؟ بأخته. كيف يعني؟ جوازها. وين الانتقام بهيدا الموضوع؟ كابتن هيدا نسيت ثروة عاصم، بعدين هي هلا بمرحلة ضعيفة وما إلها غيرك، فوت ضرب ضربتك وما تطلع وراك. فادي أنت أكيد إنه الرصاص إجت بإجرك ما إجت بدماغك؟ أفكارك صايرة بتخوف. ما تكون أنت كل عمرك هيك وأنا ما بعرف. ما تكون انت خططت كل شيء لناير حتى تهرب.
وهي ربحانة الوحيدة. ما خفت عليها؟ ما خفت انها تغرق وتموت؟ او انه عاصم 1% يكتشف الخبرية ويقتلها؟ او انه من الاساس الخطة ما تنجح؟ كابتن، اللي معاش الزل والألم والعذاب بلاقي القصص هينة، بيقعد بيعطي نصايح وبينظر، بس الحياة مش هيك. الحياة بنت كلب وما فيك تواجهها إلا بالمغامرة، يا بتقهرها يا بتقهرك. صباح الخير. صباح النور. تأخرت عليك؟ تأخرت قوي. بعتذر، بيت صار له فترة متروك، كان بده شوية ترتيب. ولا يهمك، بس سيبك أنت. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. أسود عليكي بمنتهى الشياكة. ميرسي. أول مرة أشوف واحدة من غير مكياج وزي القمر. ميرسي. إيه ميرسي ميرسي ميرسي. ما تكيش غير ما كرتي. يعني مثلا ممكن تقولي لي مثلا ميرسي. ممكن تقولي لي ده من ذوقك، انت اللي قمر، حاجه زي كده. ولا انا مش قدك. والله ولا انا قدك، بس انا عايز اضحكك على الصبح. يعني اضحك بقى، ضحكتك حلوه. يلا يعني. يخرب بيت جمالك. يعرف قيمتك. معلش خليه يتعب ويتعذب عليك، يعرف هيك مش يردك كلمتين. اكيد هيدا اللي بده يصير. مين مفكر حاله؟ بتقلي حالك سامي، تقلي اصلا رجال ما بيجوا لهيك. يعني هلا لما اشوفه ما بقول له مرحبا؟ ما لا قلي له مرحبا سامي، بس بتقلي بتقلي حالك. اوكي. بعدني ما عم بفهم ليش النسوان بسياره والرجال بسياره. والله هيدي فكره مرتك، تبقى سالها إلها. ولا كلام ليلى بده يمشي، مين الزعلان انا ولا هي؟ انا شايفكم اثنينكم زعلانين، انت وياها. اوعى تكون فهمت انه انا رجعت بكلامي. لا يا زلمه، معقول راسك؟ لا صراحه انه بتضعف لي موقف كثير وبتقوي لي موقفها. ليك فارس، انا مشيت معك بالموضوع بالاخر لا كرمالك ولا كرمال مرتك، كرمال مرتي، كرمال ساميه وبس، تكون واضحه الامور. دور موسيقى. هجم عصبين على بعض. أهلا وسهلا. تفضلوا. ولا زمان. مرحبا. كيف تفضل؟ بعرفكم على فادي. مرحبا. شرفنا. مرتاحة؟ شو هالخبرية يا شباب؟ إي والله هيدا اللي صار. كيف قهوتكم؟ حلوة. مرة تحب تشربوا حاجة يا فندم؟ معلش ممكن نستنى بس شوية عشان بس مستنيين الناس، اوكي؟ ميرسي. ميرسي. تعرف أول مرة شفتك فيها كنت لابس اليونيفورم ده، من ساعتها صورتك باليونيفورم مطبوعة هنا في دماغي، مش عايزة تروح أبدا. ليش انت بدك اياها تروح؟ لا طبعا تروح فين، ده انا ما صدقت. اقصد يعني لما بشوفها كنت لابس جينز او سبور برضو صوره المضيف بتفضل موجوده في دماغي. ده انا كده انا بتخيل ان انت بتنام بيها او بتستحمى بيها، مش عارف. او اتجوز بيها. ها تتجوز؟ اهلا 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 اهلا
ايه الاخبار؟ تمام؟ كله تمام. نايا انت كيف؟ ولا ما بعرف يا هشام، موت عاصم زعجني كثير وصدمني. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني ما كنت عارف انه جوزي، بس بصراحة في مرة شفته فيها وكان مرتاح، يعني هيك على طول هالزلمة منرفز موتر وغريب، في عنده عدائية عجيبة. بحس انه لو ما صار الحادث كان اكيد ناوي لك على الشر. ولا الحكي هلا ان شاء الله. بليز يا جماعة انتوا مش جعانين ولا ايه؟ شو اخبار فادي؟ فادي منيح. بعت لي هذا المسج من رقم ما بعرفه. طيب دق له لنحكي معه. وبركي مش هو اللي رد. على القليل بنعرف شي عنه. طيب اوكي. بس بتحكي انت بتسأل عنه مش انا، ها؟ اوكي. يلا عطيني. بعتذر كريم، بس بدي اطمن على ابن خالتي ونرجع نطلب الاكل. على راحتك. من اذنك. خذ راحتك. يا ضيعان البوت، كان حلو مشوار هلا عليه، طقس حلو والجو رومانسي. ايه انه الصيد صعب بهالاجواء هاي، لون البحر هيج. سوري هشام، بس كان التليفون بعيد عني وحتى وصلت له كان قطع الخط. الو، مين معي؟ انا نايا بنت خالته لفادي. انت مين معي؟ الو الو، عم تسمعني؟ الو، مين معي؟ انا جبران. بالإذن. تفضلي. بقول لك يا جماعة، أنا شخصياً جعان جداً، ولو حنتكل على نايا يبقى مش هناكل. وأنا معك 100% حبيبي. أنا طبعاً معاكم، أصلاً ديمقراطية. طبعاً أكيد يعني. طيب يلا، شوفوا هتاكلوا إيه بقى. شوف. يلا. أنا خجلانة منك جبران. خجلانة من الكل ومن حالي كمان بعد كل يلي صار. طيب نايا سكري هلا وبحكيك دغري بعد شوي. ظاهر انها مكالمة مهمة. بركي اخته لعاصم عم تتصل لحتى تجهز حالها لاستقبالنا او شيء. نزيه معه حق، ويمكن لا. بالاذن. اذنك معك. ايه يا نايا، خلص اللي صار صار، بس هلا صدقيني كل شيء تغير. بس الثمن كان غالي. معك حق، بس ما تخلي هذا الاحساس يحرمك من انك ترجعي على بلدك وتعيشي مع الناس اللي بتحبك. هلا صعب، ما العين. معك حق، بس لو بتعرفي مين في عندي هلا. مين؟ اصحابك ساميه ونزيه وليلى وفارس وفادي. بليز ما تخبرهم انك عم تحكي معي. لا نايا، مش رح خبرهم، ما تعتلي هم. بس حبيت قلك انه الدنيا بعدها بألف خير. تصوري هني جايين لعندي حتى نروح سوا نعزي منال اخته لعاصم. منال اخته لعاصم؟ ما بعرفها وما بحيت التقيت فيها، ما بعرف شي عنها. مزبوط، لانه عاصم كان قاطع علاقته فيها. منال
إنساني منيحة، بس للأسف ما إلي نصيب أتعامل معه لا قبل ولا هلأ، وخاصة هلأ. نايا، فادي صار هون بدي يحكي معك. أنا انبسطت كثير إنه سمعت صوتي. انتبهي على حالك. وهيدا فادي. باي. ألو؟ كيفك نايا؟ فادي وينك؟ وينك كل هالمدة؟ والله يا حبيبتي ضيعت تليفوني وضاع الرقم معه. امبارح جبران رجع جاب لي خط جديد ودقيت لهشام لأسأل عنك. شفت شو صار مع عاصم يا فادي؟ مش عم صدق لهلا. أكيد بسببي أنا. ما لازم تلومي حالك نايا، لأنه زلمة مثل عاصم أقل شي تكون هيك نهايته. فادي بليز ما تحكي عنه هيك. اللي صار مع عاصم مش قليل. قديش كان متضايق ويأسين وضايع لحتى صار اللي صار. هيدا إذا ما كان قاصد إنه يعمل حادث. نايا، عاصم لو قاصد ينتحر ما كان بيطلع مع الرقاصة وبجزدر هو إياها وهن اثنيناتهم مطفيين. رقاصة؟ عاصم ورقاصة مستحيل. شو عم تحكي فادي؟ نايا، لو ما رقاصة زمطت من الحادث ما كان في حدا يخبر. روحي حبيبتي عيشي حياتك مثل كل الناس الطبيعية، حاج تفكري بقى. طيب ما تنسى تحكي هشام لحتى اخذ منه الرقم. يلا باي فادي. لك شو بلشتوا اكل؟ لا لا ناطريني. بين انك ناطرني. شوفي المدام تاخذ ايه؟ مرة بحاجة فلو؟ ايه ايه انا باخذ ستيك ويل دون. ميرسي. شو صار حكيتي مع فادي؟ رح يجيك بعد شوي رقم لبناني مش معروف، بيكون رقم فادي الجديد. اوكي تمام. طيب بعد اذنك جات لي مكالمة. بقول لك يا هشام، ما تيجي نكلم بعض بالموبايل بدل ما احنا شكلنا وحش وما حدش معبرنا. ايه والله منيحة الفكرة، يلا دقي لي. ما في شيء مهم، كله رايح. هلا انت من خليتها لنايا؟ شفتي والله مصيبة. كنت عارف كل هالوقت وينها؟ هلا بعدني مسكر معها. عندك مشكلة؟ فادي شو القصة؟ مش هيك اتفقنا، شو بيك؟ عن جد هلا كنت عم تحكي مع نايا، كيفها؟ شو أخبارها؟ كثير منيحة. ورح خبركم باختصار لما تسألوني ليه عملت هيك. يمكن أحسن شيء عملته بحياتها أنها أخذت هيك قرار. نقطة على الصدر. وهلا وينها؟ بمصر. بمصر؟ إيه، وعايشة أحسن عيشة. وعندها أحسن شغل. يا ما كنت خسرت شي لو قلت لنا، بالعكس كنا انبسطنا لها. ليك كيف عم تحكي مع الزلمه كانه هو السبب؟ ما سمعت انك عارف كل شي يعني وساكت. لك يا جماعه روقوا، شو بكم جايين تتخانقوا هون؟ وهلا وينها؟ فيك تعطينا عنوانها؟ شو بدك بعنوانها ساميه؟ اصلا وين المشكله؟ نايا صار لازم تعيش حياه طبيعيه، بدها تضلها خايفه وهربانه. ساعه بتتعرض للموت وساعه بتسافر من بلد للتاني تاركه كل شي وراها. ويا ريتها بمصر مبسوطه، اما بالاسكندريه وهي بالقاهره. مش أمها عساس ميتة؟ هيدي كانت تمثالية لتاخد أمها معها، أصلاً ما لحقت تستقر، من بعد ما عاصم عرف إنها بعدها عايشة، اضطرت إنه ترجع تسافر على شرم الشيخ، وبعدها راجعة. نايا كانت بشرم الشيخ؟ ليه عم تطلع فيي هيك؟ بدك تقنعني فارس إنه وقت رحنا على شرم الشيخ ما كنت عارف إنه نايا هونيك؟ لا، من وين بدي أعرف إن هي بشرم الشيخ؟ شايفتيني ميشيل حايك ولا مايك فغالي؟ يعني عاصم طلع معه حق. معه حق شو؟ ما تقنعني فارس. ما تقنعني انه روحتنا هونيك كانت صدفة، انت رايح لتشوفها لنايا. ما بصدق فادس، ما بصدق، ما كانك شخص عشت معك هالعمر. ليلى 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 روح شوي، لك وين رايح؟ شو صار؟ مبسوط؟ هذا اللي كنت خايف منه. بتعرفوا نكتة النجار؟ قال في مرة نجار راح عند مرة، قالت له شوف لي هالخزانة اللي بيفتح بابها كل ما مرق التراك. يعني فات على الخزانة بواسطة جوزها من الشغل تعبان بده يغير تيابه. فتح الخزانة لقى النجار مخبى. قام النجار قال له أكيد ما رح تصدقني إنه ناطر التران، ما هيك؟ إيه هذا النجار أنا. بس للأسف نكتة قلبت كابوس.